عن لقاءات العمل، بما اننا في مجال عملنا بنتعرض لكثير من اللقاءات، طريقه الدخول للقاء، طريقه المشي نفسها بتكون ازاي؟ هو الفكرة بتختلف كل حاجة، مش أنا قلت إن هي قواعد معروفة ولكن مش ثابتة، فبتختلف إذا كانت واحد ولا واحدة. فمثلا في المشي، الواحدة وهي ماشية كأن ركبها بيلمسوا في بعض، يعني ما تمشيش رجليها بعيدة عن بعض، كأنهم بيلمسوا مع بعض، مش لازم هيكونوا تحت أو الكاتوك. لازم بعضهم كانت شنكل. لا لا، هو بالتدريب، كل حاجة تدريب تعود، هتبقى عاده، هتبقى تلقائيه، زي ما احنا بنتنفس من غير ما نفكر احنا بنتنفس ازاي. بناكل وبنشرب وبنتكلم وبنضحك وبنفكر واحنا بنتنفس من غير ما ناخد بالنا. في ناس زي ما بتسوق العربيه وهي بتتكلم في التليفون خلاص، عشان اتعودت من تمكن قياده السياره. فمن هنا الاتيكات لو احنا متعلمينه كويس قوي واخدين عليه هتكون عاده، هنعملها كويس. على الشغل زي ما سالتيني، البنت بتمشي تقريبا ركبها بتلمس بعض، الولد ماكسيموم بكتير رجليه ما تعديش كتفه، والرجلين الاثنين اللي هو القدم نفسه من تحت بيكونوا متوازيين مع بعض، ماشيين بارال مع بعض، لا بتبقى مفتوحه كده ولا بتكون مقفوله، او حركات ولا بميل بكتفي يمين وبميل بكتفي شمال، ماشيه فيها وقار، فيها الظهر مظبوط، ما فيهوش اي حركه خالص، ولا استماله لقدام لورا، ولا اكون بسند كده وانا واقف ولا اي حاجه، لا مظبوط. الايدين لازم الكيعان بيكونوا جنبينا على طول، يعني ده راجل او ست، يعني حتى لما اللي بيبقى واخد باله ان هو بيتكلم بايده كتير اقول له امسك، يعني حط كيعانك جنبك وامسك ايدك. تلاقي دايما المذيعات انا اكثر واحده بتكلم او الدبلوماسي مثلا بيجي بيتكلم بيسند بره وبيبقى ماسك على طول، ماسك على طول عشان ما يبقاش شكله مش ظريف، ان هو قاعد بيتكلم بايديه هتبقى افندم بتكلم بصوابعي كتير. بالظبط، هنا تمسكي ايديكي على بعض، الكف الشمال بيبقى تحت واليمين فوق قاعده كده. طب دي طريقه المشي، طريقه الجلوس بقى. اوكي، طريقه الجلوس برضو الواحد بيختلف عن الواحده. الواحده المفروض بتقعد ظهرها مفروض و 90 درجة لغاية الركبة، من الظهر للركبة 90 درجة، ومن الوسط لغاية تحت برضو 90 درجة، كله ماشي تسعينات، 90 كده 90 كده 90 كده، ومقفول من عند الركب، ومقفول من تحت، من ورا من عند الكعب، ومن قدام عند المشط. جميل. لا بتقف المشط لامس وورا مفتوح، ولا بتبقى الكعب مقفول ورا مفتوح. الراجل زي ما بيقف، الوقفه المفروض في الراجل ان هو ماكس، يعني بيبقى فاتح رجليه شويه مش قافل رجليه، عكس البنت او الست المفروض تكون قافله رجليها. وهو واقف بيفتح رجليه شويه وبرده ما تعديش كتافه. اوكي، وزي ما بيقف زي ما بيقعد. جميل. فبيكون رجليه قاعد مفتوح، يعني رجليه مفتوح بس مش فاتح رجليه قوي. طيب هذا بالنسبه للاتيكيت اللي احنا بنتعامل فيه، انه كيف المشيه كيف الجلسه. طيب في اتيكيت مختلف تماما، لانه الاتيكيت خلاص اصبح اسلوب حياه واسلوب تعامل. بالضبط. اتيكيت الهدايا، اتيكيت انه انا رايحه اليوم ازور عروسه جديده مثلا. أوكي. ايش الهديه المناسبه اللي انا اخذها لها، خاصه ان شقتها جاهزه، يعني لسه كل شيء جديد عندها. ايش اللي عملها؟ لو هنتكلم على الهديه لعروسه، ممكن تكون مثلا بامبونيير، اللي هي الحاجات اللي بيتحط فيها الشوكولا والبونبوني والحاجات دي، هيت ممكن تكون فاز للورد. تمام. ممكن تكون كريستال، ممكن تكون حاجات فضيات للديكور بتاع البيت. حلو. فاللي هي مش هيكون عندها منها، يعني هو فن اختيار الهدايا. بالظبط. اما لو انا بجيب بعيد عن العروسه هديه عاديه لاي حد، مش انا احلى بارفان، اغلى بارفان ان هو ده اللي هينبسط بيه، ممكن ما يكونش بيحبه. صح. فانا في البارفان بالذات اكون عارفه اللي قدامي بيحب انهي نوع من انواع. صح. البارفان، عشان كده من فضل يا تعرف يا اما تبعد عن الموضوع ده، الحاجات اللي فيها ذوقيات بالذات. بالظبط كده اهو، الا لو هو مش فارق معاه، اللي هو واحد اللي رايح شخصيه بتحب تغير. بس زي ما حضرتك ما قلتي، لازم دايما تكون الهديه بذوق اللي انا مهديه له. يعني مثلا انا ما بحبش مجرد هديه وبس. افندم، مش مجرد هديه وبس. بالظبط. يعني مثلا انا بقول مثلا انا بحب الرز، لكن لو انا مش بحب الرز لكن عارفه ان قدامي بيحب الرز قوي، اجيب الكادو فيها رز. حلو. اوكي. لو انا بحب الابيض قوي، شايفه ان ده من احلى الالوان، وهو ما بيحبوش، بس ده من احلى، وكل الناس ما بتختلفش عليه، بس انا مش هروح اجيب له حاجه على اساس ان تفرضها عليه في ضايق منها. صح. بالظبط كده اهو. ولما انا ادي الهديه المفروض اديها وانا مبسوطه، مش اللي هو متضرره، اللي هو اتفضل، اللي هو
اوكي. ولما اخدها على اللي بياخد الهديه المفروض برضو ياخدها وهو مبسوط. ولكن بتفرق بقى اذا كان الكادو اللي جاي ده هو جاي من شخص واحد، يعني مثلا احنا انا بجيب لواحده صاحبتي كادو ممكن تفتحها على طول تمام، لكن لو عيد ميلاد او مثلا حد ترقى في شغل او اي حاجه وفي كذا كادو جاي ما ينفعش ان انا افتح لو مش كله جايب افتح الهدايا عشان يعني ما يكونش في احراج لحد ناس ثانيه. اما لو كله فعلا اكيد جايب فانا بفتح كل كادو، واهم حاجه ان انا اقرا الكارت اللي فيها وان انا ابدي اعجابي حتى لو ما عجبتنيش. لو كانت ظرف فيه فلوس لا طبعا هيعجب ما فيش كلام. ممكن تكون قليله ممكن تكون كتير على حسب. اوكي فهنا هو انا مش بفتح اقول انا جالي كذا، لا بقول واو انا كنت محتاجه المبلغ ده فعلا. الله حلو. أها يعني ابدي اعجابي انا مش هطلع عواري الفلوس كام ولكن ببدي فرحتي بالهديه اللي جات لي. طبعا الهدايا في الشغل لازم ان هي تكون جماعيه بتبقى مستحبه، لان لو جروب تيم جاب للاترقى مثلا هديه فده تقدير جماعي كلنا بنشتغل مع بعض في نفس بيزود المكان، بيزود الالفه كمان في المكان، بيزود الترابط، بتحسي انه الناس كلها فعلا متعاونه على شيء واحد. صح اها بالظبط. اما لو واحد بس اللي جاب هديه فبتبقى غريبه شويه. الا مثلا لو زيكم انتوا الاثنين زميلتين وواحده مثلا اعرفش احنا مغرقين بعض هدايا جدا جدا. فيما يتعلق بفن اختيار الهدايا، طيب احنا كنا بنتكلم على ان فنون الاتيكيت ليها علاقه بكل مناحي الحياه بالزبط. لو هنتكلم مثلا عن علاقات الصداقه يعني ايه فنون الاتيكيت المستحبه ما بين الاصدقاء عشان يحافظوا على علاقه صداقه حميميه فيما بينهم؟ تمام حلو قوي السؤال ده هوت. اوكي في علاقات الصداقه ما ينفعش دلوقتي في ناس من على سبيل الهزار ان هي بتشتم بعض فدي ما فيش حد اعترضني قوي ما بسمعش لا فعلا اصبح انا حتى كنت هنقول لك لسؤال ثاني بعد هذا انه احنا افتقدنا اسلوب التعامل مع بعض، بناخذ على بعض جدا فبنكسر حاجز الاحترام والتقدير، حاجز حتى انه نتعامل ببساطه مع بعض بدون بدون تكلف ولكن بدون تجريح. انا سالت السؤال ده بس عشان ااكد ان دي حاجه بقت بنشوفها كتير. صح. مفيش حد تقريبا ما بيشوفهاش. فاهم حاجه ان الالفاظ اللي مش ظريفه اولا لو حد سمعنا، يعني مثلا حد معنا في الشغل احنا بيبقى شكلنا كويس بنتعامل برقي ولباقه مع بعض وسمع مثلا اكزامبل عليكم انتوا الاثنين، لو واحده قالت للثانيه لفظ هو هيقيم تقييم وحش ممكن مش بيقوله بالضبط بس هو مقيمه خلاص اخذ الانطباع. وقت تاني هيبقى لا ممكن يتسال سؤال معين يقول لا بس لسانها مش حلو. اوكي صح. فالواحد لنفسه المفروض يحافظ على شكله، شكله ده مش بيبقى الشكل الخارجي لكن بس. الالفاظ اللي بتطلع مننا كمان، فما بيكونش فيه الفاظ جارحه او الفاظ مش ظريفه. كمان حلو قوي لما اصدقاء قدام ناس يشكروا في بعض. حلو. دي حلوه قوي. هو ده الاتيكات، هو ده اتيكات يعني تقويه العلاقات الاجتماعيه. جميل. ان انت تكون بترفع من نفسك ومن كل الناس اللي حواليك، مش اللي هو انا بنزل من اللي حواليا عشان بالضبط. انا اللي بان بالضبط. صح. عارفه دينا يمكن المشكله اللي احنا بنعاني منها ان الواقع اتقلب، يعني دلوقتي ما بين الاصدقاء لو اتكلموا بطريقه عاديه جدا بدون ما يتبادلوا الالفاظ مثلا السيئه، هو انا مضايقك في حاجه النهارده؟ يعني تكلمني عادي كده ليه؟ انت متضايق مني في حاجه؟ فالواقع فعلا يتقلب، احنا فعلا محتاجين نرجع الفنون دي تاني ونطبقها تاني، خصوصا انها من مكارم الاخلاق يعني. بالظبط. ولسانك حصانك ان صنت وصانك صنك بقى في كل حاجه. طبعاً. اوكي فعلى اللي بنقوله ده ممكن مثلا لو حد متعود ان هو بيشتم وقرر لا انا النهارده مثلا سمعت الحلقه دي هيت واقتنعت بيها مش عايز اشتم. صح. فهنا هيقول ايه؟ أو ما قابل صحابه انا قررت قرار جديد، وهو بيهزر عادي مفيش شتايم بعد كده. ايه ازاي مش عارفه ايه مفيش شتايم، اول ما تحصل اي شتيمه ما ينفعش، هما هيستغربوا مره اتنين خلاص هيتعودوا على الوضع. البني ادم بيتغير في لحظه، فلما يتغير للاحسن احسن ما يتغير للاوحش. صح. طيب كيف نقدر نعلم الاتيكيت لاولادنا؟ ده سهل جدا، دي لعبتي. انا بحب اصلا اعلم اتيكيت لكل الناس، انا بعلم من اكبر الناس لاصغر الناس. ويمكن الحاجات اللي انا جايبها صغيره عشان ما يبقاش فيها نوع من انواع الاحراج للكبار والاهالي كمان بتكون فرحانه. طبعا الفكره كلها ان نبتدي مع الصغيرين في تعليم الاتيكات، وبتبقى فرصه كمان للاب والام ان هم يتعلموا معاهم، تبقى بدايه جديده ليهم هم كمان. اول حاجه الكلمات السحريه اللي احنا
اللي احنا عارفينها من واحنا صغير، من فضلك، من فضلك لو سمحت ممكن، ده في الطلب. عملنا الحاجه شكرا. شكرا. اوكي، والعكس يعني احنا لما بنيجي نعلمها للولاد احنا كمان ممكن نقول له ممكن الريموت، فهو لما يجيب نقول له ميرسي شكرا، يعني باي لغه اللي احنا متعودين نتكلم بيها. فالطفل مش هيلاقي ان هو بيتعلم كده من الاب والام، لا، وكمان شايفه ان ده العادي. بالضبط. صحيح، بل عادي لما يتعلم. معلمه كمان لما يغلط يقول سوري انا اسف. بالضبط. اسف، في ناس بتبقى انا اسف تقيل عليها قوي. بالضبط، ما احنا لما نتعلم انت غلطان تسكت خالص وتقول اسف، لكن الجدل وتقول لا او اصل هو اللي قال لي ما كنتش دينا، احنا اسفين فعلا وقت فقرتنا خلص، بس بنشكرك جدا على يعني انا شخصيا استفدت فعلا. انا استفدت ان انا مش بعد كده احط ايدي كده، انا هشوف بعد الحلقه ايش هيكون التعامل. اوكي، يا رب يكون الدرس استفدتي منه. تسلمي اولهم. ماشي يا استاذه دينا، شكرا على وجودك معنا، وان شاء الله معك يا رب على الايام الجايه احنا فعلا نبدا نطور من سلوكنا ونبدا نتغير ونبدا نتقبل الحياه. اوكي، فيها صعوبات، لكن التراك اللي احنا هنمشي عليه هو اللي هيفرض علينا مستقبلنا الجاي. صحيح، اكيد. تسلمي، خليك مرتاحه. خليك مرتاحه. بريك نكمل سمحتي. تفضلي.